بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا، واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا، يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، وامنن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرجي. حياكم الله وغياكم في نزهة المشتاقين إلى رياض الصالحين، نسير فيها بجانب بحر محيط ثجاج، في روض عاطر بهاج، تحت أنوار كوكب وهاج، مستظلين بظلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره المصطفوية صلوات ربي وسلامه عليه. فإلى الحديث 28 من هذا الباب، باب الصبر من كتاب رياض الصالحين، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض الذي أثقله في آخر حياته ومرض الموت، جعل يتغشاه الكرب، وهو الشدة التي كانت تنتابه صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، يعني أنها تقول أن أبي حصل له كرب شديد، فقالت هذه الكلمة: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي أن هذا آخر كرب يمر به أبوك صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الدنيا، لأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى جنات الله سبحانه وتعالى. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أي أن جبريل لن يتنزل بالوحي بعد ذلك، بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الذي ينعى، والنعي في الأصل هو الإخبار بالموت، النعي في الأصل هو الإخبار بالموت. فقالت هذا الكلام من هول المصيبة، وليس فيه تسخط ولا اعتراض على القدر. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت، أي قالت للصحابة الذين دفنوه: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، أي استطعتم واستطاعت نفوسكم أن تدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحثوا عليه التراب. وهذا الكلام إنما قالته من هذا هول المصيبة وفقد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوها. وأيضا فيه أن أنس رضي الله عنه سكت رعاية لحالها، فإن هذا الكلام خرج منها مخرج الحزن والفقد والتوجع. والدفن إما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس يستثنى منه أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بمحض أمر الله وأمره صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا سكت أنس رضي الله عنها رعاية لحالها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا، ولكننا قهرنا أنفسنا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا يقول أنس: وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أشعرنا بوحشة في قلوبنا لأننا أهلنا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم ودفناه. وهذا فيه أيضا مواساة المحزون، ربما تارة بالسكوت وتارة بالرد عليه وتارة بغير ذلك. والحديث الذي يليه الحديث 29 عن أسامة بن زيد رضي الله، وعن أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه. أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة، وكان أبوه زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد، وذلك أن من كان مولا لإنسان أو تبناه فإنه ينسب إليه. فأنزل الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فقيل زيد بن حارثة وابنه أسامة. وهذا أسامة ولد قبل الهجرة
ولد بمكة قبل الهجرة وتوفي سنة 54، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. ومن عجيب ما حصل من القصص في أمره أن زيد بن حارثة الأب في لونه في البياض أكثر، وأما أسامة بن زيد فكان فيه نوع سمرة، في لونه نوع سمرة. فكان الناس يلمزون نسب أسامة بن زيد، وذلك لفارق اللون بينه وبين أبيه، لفارق اللون بينه وبين أبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من هذا الأمر الذي يجده الناس في نفوسهم تجاه أسامة. فيوم من الأيام نام أسامة وأبوه زيد بن حارثة في المسجد وقد تغطيا بغطاء واحد وبدت رجلاهما، فجاء قافة. والقافة في العربي معروف، القافة هو الذي يعرف الناس بآثارهم، إذا رأى رجل هذا ورجل هذا يقول هذان قريبان، إذا رأى اللون، إذا رأى طريقة المشية، يعني أنه يستدل على القرابات ومعرفة الأنساب بالآثار وبكذا. فهي ونور يقذفه الله في قلوب بعض عباده يستطيعون ضم النظير إلى النظير في مثل هذه الأمور. والعرب تدين للقافة، العرب تدين للقافة، إذا قال القافة شيئا فإن العرب تصدقه ولا تنكر شيئا من قوله. فلما دخل هذا الرجل القائف على دخل المسجد ووجد أسامة وأباه زيد بن حارثة وقد تغطيا بذلك الغطاء، فقال إن هذه الأقدام لمن بعضها، إن هذه الأقدام لمن بعضها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما لما سمع قول هذا القائف، لأن العرب ستنتهي عن لمز أسامة في نسبه. فدخل على عائشة رضي الله عنها فرحا مسرورا وقال أرأيت مجززا المدلجية، هذا القائف اسمه مجزز المدلجي، لما دخل المسجد قال إن هذه الأقدام لمن بعضها. ومرة دخل أسامة بن زيد حجرة عائشة فعثر على عتبة الباب وسال الدم من فمه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلاطفه ويقول لعائشة لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه، أي لو كان أسامة أنثى لألبسته من الحلل وأبهى الحلل وأجملها وكسوته منها الشيء العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، ولذلك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أباه أيضا زيد بن حارثة. وأسامة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حدود 17 أو 18، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فبعد ولم ينفذ جيشه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة رضي الله عنه وتوفي سنة 54 للهجرة رضي الله عنه. قال وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب، أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني احتضر، أي حضرته علامات الموت، فاشهدنا، أي تعال يا رسول الله وكن عندنا. فأرسل يقرئ السلام، فأرسل أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنتي هذه يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ. وانظروا إلى كلمة لله، بدأ بها لتذكير النفس وتعليقها بالله سبحانه وتعالى، فقال إن لله ما أخذ. الصوت موجود في الزوم والتليجرام، بعضهم يقول ما في صوت، طيب جيد. قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأصل أن العطاء يسبق الأخذ، أن العطاء يسبق الأخذ، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأخذ فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، رعاية لحالة ابنته هذه، ويبين لها أنه الأمر لله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور إنما هي ودائع من الله عندنا، فإذا جاء الوقت المحتم الذي حده الله لها فإنها تعود لأصلها. قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء له وقت لا يجاوزه،
ولكل أجل كتاب. قال فلتصبر ولتحتسب، فلتحبس النفس عن الجزع ولتحتسب، أي أن تنوي بصبرها طلب الأجر. الاحتساب هو نية طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، وهذا فيه إبرار المقسم. إذا أقسم عليك أخوك المسلم في شيء لا ضرر عليك فيه فأجبه، لأن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم. لو حلف عليك أخوك المسلم لتأكلن معي كذا، لتفعلن معي كذا، لتحلف عن كذا، فالأفضل أن تجيبه، لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم إلا فيما يضرك. لو حلف عليك أن تفعل محرما، أو حلف عليك في شيء يضرك في دنياك أو يضر مالك أو أهلك أو ولدك، فإنك لا تبر بقسمه. لكن إن كان الأمر يسيرا وليس فيه ثمة وليس ثمة ضرر، فإنك تبر بقسمه وتجيب حلفه وتنفذ ما يطلبه. فهذه بنت رسول الله لما أقسمت عليه أتاها، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإجابة بإبرار قسمها وإجابتها، بل أخذ معه من الرجال الصالحين والأخيار الذين يكون في رؤيتهم نوع صبر وثبات واحتساب. قال ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره، أقعده في حجره، أي أقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولد الصبي الصغير في حجره، ونفسه تقعقع، أي أن صدره يتحجرج وأن يعني الروح في طريقها إلى الخروج. قال ففاضت عيناه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالدمع، وهذه من شفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله لا يعذب ببكاء بدمع العين، ولكن إنما المنهي عنه والتسخط والنياحة والعويل، أما مجرد البكاء وسيلان الدمع فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، بل هو رحمة. وأيضا في قوله ونفسه تقعقع، هذا فيه علامة لسكرات الموت، وهذه السكرات يعني إنها عظيمة وشديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غشيته سكرات الموت طفق يطرح خميصة ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وسكرات الموت من آلامها أنها تنتزع الروح من العروق شيئا فشيئا، فأول ما تبرد القدمان، ثم الساقان، ثم إلى أن يصل الأمر إلى منتهى. وفيه ألم شديد، بل سئل أحد الصحابة وأظنه إن لم يعني أخطأ في النقل، أظنه عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره، وكان في سكرات الموت لما سئل كيف تجدك، قال أجدني كأني بين السماء والأرض تنطبقان علي، يعني كأن السماء والأرض قد انطبقتا علي من شدة الألم ومن شدة هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا. قال ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا، يعني يا رسول الله ما هذا البكاء. ظن سعد أن البكاء من قبيل المنهي عنه، ظن سعد أن البكاء أيضا منهي عنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهي عنه هو النياحة والتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأمور، والصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة والحالقة من تحلق رأسها عند المصيبة، ومن تحلق حاجبها، وأيضا من تشق جيبها وهو مدخل الثوب، وهذا كله من علامات الجزع والتسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر. قال ونفس ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الصبر والاحتساب، وأنه يعين على تحمل المصيبة وتخفيفها، وأيضا دور ثواب الاسترجاع. وهنا فائدة مهمة في الصبر، أن الإنسان إذا قيلت له مصيبة أو وقع عليه أمر فليبادر إلى قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله يخلفه ويعقبه خيرا مما فقد. ولمن أراد أن يكتب هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة، خصوصا الإنسان يبتلى أحيانا بفقد ولد أو بنت أو زوج أو زوجة أو والدين، ومما يخفف هذه المصيبة
قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وفيها فضيلة عظيمة نذكرها في هذا الحديث، والحديث رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، من أراد أن يكتب سريعا، عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة، أي مصيبة، فقد مال، فقد وظيفة، خسارة، فقد سيارة، أي مصيبة لا تقتصر على الموت، أي مصيبة تدهم الإنسان وتأتيه، فإنه يقول هذا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصلة: اللهم أجرني في مصيبتي، أي أعظم لي الأجر، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته، أي أعطاه الله الأجر في تلك المصيبة وأخلف له خيرا منها، أي عوضه الله خيرا مما فقد بسبب تلك المصيبة. فاصلة: قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة، يعني زوجها، يعني هي تزوجت النبي بعد أبي سلمة، فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قالت هذا الدعاء عوضها الله زوجا خيرا من زوجها الذي فقدته، فقدت أبا سلمة فعوضها الله وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضيلة هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إلى آخره. ولا شك أن المصائب جزء من هذه الحياة، والإنسان يتوقع حدوثها في أي وقت، يتوقع أن تحدث له، وبين الفينة والأخرى تعرض له وكذا. وفي هذا يقول الشاعر: يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الليالي ببعض مصائبه أعولا. من يعيش في سبات وكذا وكذا، إذا دهمته مصيبة ولم يحدث نفسه بالصبر ولا بالاحتساب إن دهمته، فإنه يصبح كالنساء في العويل والصراخ ونحو ذلك. وفي الترمذي أيضا حديث جميل، خصوصا يعني لمن فقد ولدا كحال زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله يا ملك الموت، هذا الحديث الترمذي، قال الله يا ملك الموت: قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. الله يسأله وهو أعلم الناس به، وهو أعلم الناس بهذا العبد. قال نعم، أي يقول الملك نعم. قال فما قال، يعني الله يسأل الملك، يقول: هذا عبدي الذي قبضت ولده، هذه المرأة التي قبضت ولدها وجمارة قلبها وسواد عينها، ماذا قالت؟ قال: حمدك واسترجع، أي حمدك يا رب، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هو الاسترجاع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا له، هذا جزاء من صبر واحتسب إذا فقد ولدا له. ولا شك أن فقد الولد صدع في الفؤاد لا ينجبر أبدا، لكن هذا جزاؤه من صبر وحمد الله واسترجع، أن الله يعوضه خيرا ويبنى له بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد. هذا مجمل هذا الباب. ثم قال النووي: ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب، وهذا من آثار خروج الروح وذهابها. ثم قال بعد ذلك في الحديث رقم 30، وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، وكان له ساحر، فلما كبر أي هذا الملك يستعين بالسحر لكثير من أموره وقضاياه وشؤونه، فلما كبر قال للملك هذا الساحر لما تقدمت به السن، قال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، يعني يخلفه ويكون مكانه عند هذا الملك، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. قال فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه أي وكان في طريق ذلك الغلام، وكان في طريقه وكان في طريقه إذا سلك راهب، أي إذا سلك وقصد طريق الساحر، يعني هذا الغلام يذهب إلى الساحر، لكن في الطريق يمر على راهب. من هو هذا؟ ما معنى الراهب؟ الراهب في النصارى هو من يعتزل، هو رجل صالح، هو الرجل الصالح الذي يعتزل الناس في دير يتعبد الله، يعني يكون عنده غرفة، عنده كهف، عنده خيمة، عنده أي شيء كذا، ينعزل عن الناس، يعني منعزلا عن أمور الدنيا، متزهدا فيها ورهبانية ابتدعوها، إلى آخر ما قال الله في هذا. فهذا يسمى راهبا، يسمى راهبا الذي يعتزل الناس ونحو ذلك. قال فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، يعني أن هذا الغلام إذا قصد طريق إذا قصد الساحرة ليتعلم منهم في طريقه يمر على هذا الراهب فيجلس إليه. قال فقعد إليه وسمع كلامه، أي سمع كلام هذا الراهب العابد فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يعني الساحر يقول له لماذا تأخرت في المجيء إلى درس السحر ونحو ذلك. قال فضربه، فإذا أتى الساحر ضربه أي بسبب التأخر لجلوسه عند الراهب. قال فشكى ذلك إلى الراهب، قال للراهب إن هذا الساحر معلمي الذي يعلمني السحر إنه يضربني إذا تأخرت عندك. قال فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني إذا أتيت إلى الساحر وقال لك لماذا تأخرت، قل كنت في حوائج أهلي فتأخرت بسبب ذلك. وإذا ذهبت إلى أهلك وقالوا لك قد تأخرت من مدرسة السحر، لقد تأخرت في العودة من مدرسة السحر، فقل لهم إن الساحر أخرني وأعطاني حصصا إضافية ونحو ذلك. قال وهذا فيه أن هذا الكذب للمصلحة، الأصل أن اللفظ طريق إلى المقصود، فإذا كان المقصود لا يتحقق إلا بالكذب فهذا مما هو في حال الضرورة. قال وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، أي على هذه الحال يتردد بين الساحر والراهب، قال فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة، إذ فجأة على دابة عظيمة، قيل إنها دابة خرجت من البحر تشبه الحوت لكنها كبيرة جدا. قال إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، يعني يقول اليوم ميدان اختبار أيهما ستنجح، المعلومات التي أخذها من الساحر أم المعلومات التي أخذها من الراهب. وهذا فيه التبين والتثبت واختبار المعلومات. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. وهذا فيه تأييد الله لأهل الحق وتسخير الأمور لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وأجرى هذه الكرامة على يد هذا الغلام الصغير لاختبارا للناس وبيانا للحق الذي كان عليه والذي كان عليه ذلك الراهب. قال فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني، ومن حيث اللغة يصح أن نقول أي بني، وثبتت بها القراءات السبع، يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، قراءتان سبعيتان. فقال له الراهب يا بني أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. وهذا فيه فائدة عظيمة للمعلمين والمعلمات، وهو أن طالبك قد يبلغ من العلم مبلغا أفضل منك،
فلا يكن منك أيها المعلم الحسد والازدراء وأن تلوي حسنات ذلك الطالب، بل عليك أن تشجعه، بل عليك أن تشجعه وتعينه ليمضي قدما. وإن كان هذا الطالب أفضل منك لما آل إليه الأمر، فلا تنسى أنه بذرة من بذراتك، ولا تنسى أنه حسنة من حسناتك، ولا تنسى أنه تربى على يديك، وكل ما عنده من العلم فهو يصب في حسناتك وموازين حسناتك. فلا يكن منك الحسد، ولا يكن منك تأليب الناس عليه، ولا يكن منك الحقد وصرف الناس عنه. ليس هذا حال المخلصين، وليس هذا حال من تطهر قلبه لله سبحانه وتعالى، إذ هذا موجود في العلم. كم من طالب فاق شيخه، بل ربما جاء شيخه بعد فترات من الزمن يستفتي تلميذه ويتعلم منه أمورا جديدة، فهذا فضل الله يعطيه من يشاء. قال: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. وهذا أيضا من النصيحة. قال له: قد بلغت شأوا وبلغت منزلة ورتبة عالية سنية، لكنك ستبتلى، لأنها أهل بلدك لا يدينون بهذه العقيدة التي في قلبك، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن ابتليت، أي إذا امتحنوك بسبب إيمانك وضربوك ونحو ذلك، فلا تدل علي، أي اكتم أمري، ولا تقل أني أنا الذي علمتك هذا الأمر. وكان الغلام يبرئ الأكمه، يبرئ الأكمه أي يشفي الأعمى. الأكمه يطلق على العميان عموما، ويخص أحيانا على الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى من البداية يسمى أكمه، ويطلق أيضا على من فقد بصره بعمومه. قال: يبرئ الأكمه والأبرص. والبرص هو بياض يقع في الجسد لعلة، بياض وبقع بيضاء تقع في جسد بعض الناس لعلة. فكان هذا الغلام أجر الله عليه يديه هذه الكرامات، يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، وهذا بعون الله وتوفيقه، ليس من عند ذلك الولد. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي. الملك عنده جلساء ووزراء وكذا، فأحد جلسائه ووزرائه أصابه العمى، فأتاه بهدايا كثيرة، أي ذهب إلى هذا الغلام بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، كل هذه الهدايا التي أتيتها هي لك، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وهذا فيه أيضا درس عظيم وفائدة عظيمة، أنك لا تعلق الناس بك، بل علق الناس بالله سبحانه وتعالى. وأذكر قصة ذكرت عن الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين، أحد الناس يقول: إذا أنت مت، فيما معنى الكلام؟ فمن لهم؟ فقال: لهم الله، لأن أمر هذا الدين يقوم سواء بالشيخ ابن باز أو بشبهه أو بغيره. وهذا فيه تعليق الناس بالله، لا تعليقهم بالبشر. فقال: لا أشفي أحدا، أنا سبب، أما الشفاء فهو حاصل من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. قال: إنما يشفي الله تعالى. فإذا آمنت بالله تعالى دعوت الله، فإذا آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. هذا فيه أن الله هو الشافي، ولا أحد يملك الشفاء، إنما الناس أسباب. قال: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. وهذا فيه دائما التصارع ما بين قوى الخير وقوى الشر، وأن الباطل لا يرضى بوجود الحق وإن سالمه الحق. الباطل لا يرضى بوجود الحق وإن سالمه الحق، هذه قاعدة نفيسة كان يرددها علينا أحد مشايخنا. الباطل لا يرضى بوجود الحق ولو سالمه الحق. قال: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ فكان هذا الملك يدعي الربوبية وأنه هو ربهم. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. هذا فيه كما قلنا تصارع قوى الشر والخير دائما، وأن الاحتدام هذا لا ينتهي، والباطل لا يرضى بوجود الحق وإن سالمه الحق. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني،
بمعنى يا بني، أي هذه من أدوات النداء، أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. هذا الملك توهم أن الذي أن الكرامة التي أجراها الله على يد هذا الغلام أنها من قبيل السحر، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى. وهذا حقيقة من المواطن العصيبة، وأيضا فيه من الفوائد الأسلوبية الجميلة، الأسلوب القصصي، لكأنك تتصور هذه الأحداث وشخصياتها وتنقلاتها وتصاعد الشر والخير، وأيضا الاحتدام والنقاش. وهذه صورة يصورها النبي صلى الله عليه وسلم، صورة أليمة على النفس، وتقع على النفس موقعا عظيما. قال أترجع ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، وضع المنشار في منتصف رأسه، المفرق المحل الذي يفرق الشعر كما تفعله النساء، تجعله شقين، هذا المنتصف يسمى مفرقا. قال فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، فصله نصفين، هذا العذاب الشديد. قال حتى وقع شقاه، أي نشره بالمنشار نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسي. انظر إلى هذه الصور الأليمة في النفس. قال فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. والإباء والامتناع أمران في اللغة، امتنع فلان وأبى فلان، إلا أن كلمة الإباء هي أبلغ، يقولون الإباء أشد الامتناع. يعني إذا امتنع الإنسان امتناعا عاديا يقولون امتنع، لكن إذا قالت العرب أبى فلان أن يفعل كذا، يعني رفض رفضا قويا وامتنع امتناعا باتا، فالإباء هو أشد الامتناع. قال فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، ويصح فيه وجهان، ذروته وذروته، وإذا بلغتم أعلى ذلك الجبل وأعلى قمة فيه، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا من الأدعية التي تقال لمن خاف قوما، اللهم اكفنيهم بما شئت. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كل جارا من فلان وآل فلان وأحزابهم من خلائقك إن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك، هذه مما تقال لمن خاف قوما أو شرهم أو كذا. قال فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وهذا فيه تسخير الله لكثير من أمور الأرض للصالحين ولأهل التوحيد، فإن الله سخر هذا الجبل لهذا الغلام لكي يسقط هؤلاء الذين أرادوا أن يردوه أرضا وأن يطرحوه من أعلى قمة الجبل. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذه الجمادات لأهل الإيمان. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، أي جاء هذا الغلام يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور هي سفينة صغيرة، يعني احملوه في سفينة صغيرة وتوسطوا به البحر، أي اذهبوا به إلى منتصف البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، يعني إذا رميتوه في منتصف البحر فإنه لا يستطيع أن ينجو لا بسباحة ولا بغير ذلك، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا فيه أن الإنسان إذا تسلط عليه المرهوب فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدعية، والصبر ضياء وسلاح المؤمن الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، والدعاء هو كالسلاح الضارب، والسلاح بضاربه كما يقال، السلاح بضاربه والسيف بضاربه، لو أننا وضعنا السيف بدون فاعل فإن السيف لا يفعل، ولو أننا أعطينا السيف لرجل ضعيف الأعصاب أعصاب اليدين فإن السيف لا يعطي أكله ولا يعطي ثماره ولا نتاجه، ولو أننا أعطينا ذلك السيف لرجل قوي شديد البأس وأمرناه أن يضرب به الجبل لما استفدنا من ذلك السيف،
فكذلك الدعاء لا بد أن يكون فيه إخلاص وفيه استحضار لمعانيه، وأيضا فيه التجرد لله سبحانه وتعالى ليرى الإنسان أثر ووسيلة وفائدة ذلك الدعاء. فالصبر فالدعاء سلاح، والسلاح بضاربه وبحسب المكان الذي يقع فيه، فلا بد من استيفاء هذه الأمور كذلك في الدعاء من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وطهارة القلب وقصد وجه الله سبحانه وتعالى والتمعن في معاني الدعاء، فهذا كله يزيد الدعاء أثرا على أثر. فقال: فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، أي بأن السفينة انقلبت بهم، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، أنجاه الله سبحانه وتعالى بآية منه سبحانه وتعالى، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، أي لن تستطيع قتلي ولن تستطيع إزهاق روحي، لأنني معتقد بأمر الله سبحانه وتعالى حتى تفعل ما أمرك به. وهذا الغلام يستدرج هذا الملك بحيلة إيمانية عظيمة. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، تجمعهم في أرض كبيرة، وتصلبني على جذع، وتصلبني على جذع. الصلب المعروف هو أن يعلق الإنسان وتربط أيديه وكذا، هذا هو الصلب. قال: وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم خذ سهما من كنانتي، يعني السهم المعروف الذي يرمى به، والكنانة هي الجلد التي يحملها الإنسان خلف ظهره وتكون فيها السهام، تسمى كنانة، مثل شنطة الصبيان التي يلبسونها في المدارس وكذا، يكون في خلف ظهر المحارب ويسل منها ويأخذ منها سهامه. قال: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ضعه في منتصف القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. وهذا الولد ضحى بنفسه لأجل إثبات العقيدة لله سبحانه وتعالى، وأيضا لنجاة الناس وليشيع التوحيد في ذلك البلد. قال: فجمع الناس، أي هذا الملك، حذف الفاعل هنا ودل الدليل عليه، فجمع الناس في صعيد واحد، أي فجمع الملك الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. وهذا اعتراف منه بالتوحيد، واعتراف منه بأنه ليس ربا، فبذلك يكون قد ناقض نفسه ودعا الناس إلى التوحيد من حيث لا يعلم. قال: ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه. الصدغ هي المكان الذي بين العين والأذن، جميعنا ما بين الإنسان إذا تحسس بنفسه ما بين العين والأذن فيه منطقة هنا فوق الخدين، هذا يسمى الصدغ. قال: ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، لأن هذا الغلام أنجاه الله 3 مرات من موت محقق، من أعلى الجبل، من السفينة، من غير ذلك، ولم تستطع أن تقتله إلا بعد أن اعترفت بربه وقلت بسم الله رب الغلام. فدل ذلك على أن دعوى ذلك الملك زائفة، وأن ادعاءه للربوبية وأنه الله ليست بصحيحة. قال: ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، لأنه هو الضار النافع، وهو الذي يمنع، وهو الذي يحيي ويميت. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، أنت كنت تخشى من أن ينتشر أمر هذا الغلام وأن يشيع التوحيد في البلاد، فإنه قد حصل فوق ما كنت تتوقع، حصل فوق ما كنت تتوقع، بأن آمن الناس أكثر مما لو تركت ذلك الغلام. وهذا فيه يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، والأخدود هو الشق العظيم الذي يكون في الأرض، يعني شقوق عظيمة تكون في داخل الأرض تسمى أخدودا. قال: بأفواه السكك فخدت وأضرمت فيها النيران، يعني أنه شق طرقا واسعة في الأرض وأودع فيها من الحطب ومما يشعل النار الشيء الكثير. وقال:
هذا الملك أصدر هذا القرار وقال الله من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، من لم يرجع عن دينه أي فألقوه في هذه النار العظيمة وهذه الأخاديد الكبيرة فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، يعني يخير الإنسان إما أن ترمي نفسك وإما أن ترمى. قال أو قيل له اقتحم، ففعلوا أنهم يعني نفذوا هذا القرار وأتوا بهذه الأخاديد حتى جاءت امرأة، يعني أن الذين ثبتوا على الإيمان رموا بأنفسهم، وذلك أن خسارة الدنيا وأن عذاب الدنيا لا يساوي شيئا من عذاب الآخرة، وأن الإنسان بمجرد إلقاء روحه ما إلقاء نفسه في هذه النار ما هي إلا ثوان، وتفيض روحه إلى باريها ثم بعد ذلك الجنة والنعيم المقيم، لقاء الثبات على التوحيد والعقيدة الصحيحة وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال حتى جاءت امرأة، وهذه أيضا من المقاطع الحزينة في هذه القصة، وهذا الأسلوب القصصي يتكون من ما يسمونه اليوم في الأداء في البلاغة، التمثيل البلاغي أو غير ذلك، إذ تتكون القصة من مقدمة وخاتمة وبينها أحداث متوسطة وما يسمونه بعقدة القصة ثم بعد ذلك النتيجة الأخيرة، كل ذلك يعني هذا السيناريو في هذه القصة في أبدع صورة وأبهى حلة. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، تخيلوا هذا المنظر، امرأة والمرأة هي الوالد الحنون وهي الذي ترى الولد جمارة قلبها وحبة فؤادها وسواد عينها وتحمله في يدها ويقال لها ألقي بنفسك في النار أو يلقى بك في النار. لا شك أن هذا الموقف من أصعب المواقف، إذ إن الأمة لو رأت ولدها به حمى أو به كحة أو سعال أو شيء يسير فإنها تسهر الليل والنهار ولا يأتيها النوم وكذا وكذا وتحزن وكذا وكذا، كل ذلك رحمة بولدها، فكيف أن بالإلقاء في النار والدخول في النار وكذا وكذا. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، أي خافت على ولدها من النار، فتوقفت وتلكأت وترددت بعض الشيء، كل ذلك شفقة بهذا الولد، وهذا فيه أنه على الأبناء أن يعرفوا الحق العظيم لوالديهم وخصوصا الأمهات، فإنهم تحملوا من المشاق والمصاعب والأمور العظيمة الشيء الكثير الذي لا يقدر قدره ولا يمكن أن يتصوره عقل، فهذه الشفقة العظيمة تتجلى في أكثر من صورة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان هو وصحبه جالسون، فكان جالسين فمرت امرأة ولا ترى ولدا ولا ترى صبيا في السبي إلا ألقمته ثديها، يعني امرأة فقدت ولدا لها فكلما رأت صبيا أخذته وألقمته ثديها تحننا عليه وتذكرا لولدها، فتدور تدور تدور في الجيش هنا وهنا باحثة عن ولدها وهي تتبحث هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليبين لهم فضل الأم وحنانها وما تكبدته وما يعترج في صدرها من مشاعر تجاه هذا الولد إذا أصيب بمكروه أو فقدته وكذا، وتتمنى أن المكروه يصيبها ولا يصيب ذلك الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم داعب عاطفة الصحابة وهيج نفوسهم، قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة هذه المرأة التي تدور في الجيش وتبحث وكلما رأت صبيا ألقمته ثديها، أتظنون أنها تستطيع أن تأخذ ولدها وترمي به في النار؟ قالوا يا رسول الله لا، وهي تقدر على ذلك، ما لا يمكن أن تفعل هذا الأمر. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، رحمة الله بعبده أعظم وأكثر من رحمة هذه الأم الحنون الرؤوم بهذا الولد، هذا فيه عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وعظم أيضا رحمة الأمهات بأولادهم وشدة حنانهم وعطفهم. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه أنطق الله هذا الصبي. هذه القصة فيها من أمور الخوارق للعادات الشيء الكثير، ولولا ضيق الوقت لعلقنا على كثير من هذه الأمور، لكن الوقت لا يسع، لم تبق منه سوى بضع دقائق، لكن هذا أنطقه الله في المهد،
صبي رضيع يتكلم، هذا لا يحصل في الأصل، هذا من خرق العادة، لكن الله خرق العادة لأهل الإيمان ليثبتهم على هذا الحق، ليثبتهم على العقيدة الصحيحة التي إن ماتوا عليها نجوا وحصلوا على الفوز العظيم والفوز الكبير في جنات النعيم. قال: فقال لها يا أماه اصبري واحتسبي فإنك على الحق. أنطقه الله سبحانه وتعالى ليقول هذا الكلام، وأنك على الحق واثبتي ولا تخافي من هذه النار، فما هي إلا حرارة لبضع ثوان، ثم بعد ذلك إلى جنات نعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هذه القصة الطويلة فيها من الفوائد الشيء الكثير، نعرج على بعضها سريعا. الفائدة الأولى فيه الانتفاع بأخبار السابقين ممن ابتلاهم الله، وهذا فيه عموما سير الصالحين فيها فوائد عظيمة جدا. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك، وهو من هو في زهده وعبادته وعلمه، يقول: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها بعض عباده. سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها بعض عباده. ويقول أبو حنيفة النعمان الإمام الفقيه المعروف، يقول: بعض سير الصالحين أحب إلي من بعض الفقه، بعض سير الصالحين أحب إلي من بعض الفقه. ولا يخفى عليكم أن ثلث القرآن قصص، الله سبحانه وتعالى قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والقصص فيها ثبات، وأن الإنسان يرى أن البشر مثله قد صبروا وفعلوا وبذلوا للمكارم مهجهم وبذلوا للنفائس نفوسهم، فيعينه ذلك على الاقتداء بهم. وأيضا أنه يتصور هذه الأحداث وتموجاتها وحركاتها وتموجاتها، فيجعل في ذلك حركة تعينه على الاقتفاء والاقتداء. وأيضا جبلت النفوس على حب الفضول والاستطلاع، جبلت النفوس على حب الفضول والاستطلاع، فلذلك تقع هذه القصص موقعا نفيسا في القلب. ولذلك مما يستفيد منه المربي سواء كان أما أم أبا أم مدرسا أم مدرسة أو غير ذلك أو أخا، أن يأخذ القصص الصحيحة مثل القصص الواردة في الصحيحين وفي القرآن، ويذكرها للذين تحت يده ومن يحاضرهم، فإنها تقع في نفسهم مبلغا عظيما وتعطي أكلا وثمارا نافعة يانعة. وأيضا من الفوائد الحرص على تعلم العلوم النافعة، وهذا الشاب كان يذهب إلى هذا الراهب ويتعلم منه العقيدة، وأعلى العلوم هي العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد من كل شوائب الشرك. وأيضا من الفوائد تعليق الخلق بالله، تعليق الخلق بالله سبحانه وتعالى لا بالآدميين، وبينا هذا. وفيه أيضا من الفوائد الثبات على الحق والصبر على الأذى فيه. وأيضا من الفوائد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. وأيضا الفائدة الأخيرة فيه نصرة الدين والدعوة إليه، وهذا من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. ثم بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه في الحديث 31، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. بامرأة تبكي عند قبر، هنا مسألة فقهية، هل يجوز للنساء زيارة القبور أو لا يجوز؟ للإمام أحمد فيها روايتان، وعموما هم يقولون إذا، لأن الحديث الوارد لعن الله زوارات القبور وزوارات فعالات على صيغة المبالغة والكثرة، ولكن الذين رأوا المنع قالوا: لأن الغالب على عواطف النساء الجزع وعدم الصبر وصدور منهن العويل والنياحة وكذا وكذا مما لا يليق بالمقام، فمنعوا في ذلك. وعلى كل كما ذكرنا المسألة فيها قولان، والإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد له فيها روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع. فإن كان الغالب، إن كانت المرأة ممن لها صبر واحتساب وما عندها جزع ولا نياحة وفيها حبس للنفس وكذا، فهذا مما يدعمه أحد القولين من أقوال أهل العلم. وأما القول الثاني، من لا صبر لها ولا احتساب لها ولا حبس للنفس ويكثر عندها النياحة والعويل والجزع وكذا والتسخط، هذه لا تمكن من الوقوف على القبور ونحو ذلك، فإن ذلك يحملها على أمور لا تحمد عقباها. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، أي انصرف عني، أخر عني،
فإنك لم تصب بمصيبتي أنك تقول هذا الكلام، لأنك لم تمر بالظروف الصعبة التي أمر بها من فقد الولد واللوعة والوجد عليه، ولم تعرفه، أي أن هذه المرأة لم تعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر. وجاء في رواية مسلم أخذها مثل الموت، يعني لما علمت أنها قولها إليك عني كان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها حزنت وأتاها كأن الموت قد غشيها من هول ما أصابها لما علمت أنها ردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، لم تجد عنده حرسا، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن بابه مشرعا ولم يكن له بواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان كان ربما اتخذ حارسا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق ليلة فقال ليت رجل من أصحابي يحرسني، فإذا بسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه السلاح، فقال جئت أحرسك يا رسول الله، فلما أنزل الله والله يعصمك من الناس استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحراسة التي كانت تكون له بين الفينة والأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين يديه منع ولا ضرب ولا إليك إليك، فكل يصل إليه ويقضي حاجته. قال فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، جاءت لتعتذر، وهذا فيه فضيلة الاعتذار وإصلاح الخطأ، وأن الاعتذار ليس عيبا، وأن الإنسان يقر بنفسه الخطأ الذي وقع فيه فيعود ويرجع عنه وينزع عنه. فقالت لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشخصن الأمر وتوجه إلى القضية، وهذه أيضا فائدة كبيرة. كثير من الناس إذا حصل بينهم خلاف وكذا يخرجون من معالجة القضية إلى التشخيص، أنت والتجريح والسب واللوم والشتم ونحو ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن الصبر الأكمل المحمود هو ما كان عند الصدمة الأولى، عند نزول المصيبة، عند فور نزولها، عند أول نزولها، فهذا هو الصبر الكامل الذي هو الأكمل وهو المحمود، والذي لا يخالطه جزع ولا ريب ولا كذا ولا كذا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فهذا الذي فيه أوفر الحظ والنصيب من الأجر وأعلى المراتب وأسناها. متفق عليه، أي أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا معنى متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، ثم الحديث الأخير الذي نختم به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، الصفي هو الحبيب الصافي الذي لا ليس حبه وليس الحب بينكما لأجل مصلحة أو لأجل كذا، وإنما هو حب صاف نقي كالعسل الخالي من كل شائبة ومن كل حنظلة ومن كل مرارة ومن كل ما يكدر المحبة. فالصفي هو الحبيب الصافي كالولد والأخ والزوج والزوجة وكل من يحبه الإنسان حبا صافيا خالصا. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الجنة. من فقد صفيا له من ولد وأخ وزوج وزوجة وحبيب أو غير ذلك ثم احتسبه واحتسب الأجر وطلب الأجر عند الله بصبره، أن الله يجازيه بالجنة. وهذا فيه تعزية للإنسان إذا فقد صفيا له وخلا وفيا له، وأيضا فيه عظم الجزاء في هذا الصبر، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان بالصبر، فهذه فسحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن فقد مصافيا وأهل ود وأهل محبة له في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا ما تيسر إعداده وأعان الله على قوله. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان.
وأستغفر الله وأتوب إليه، وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل إلهي كلما در شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.